أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يرقي نفسه بالرقية الشرعية التي جاءت في الكتاب والأحاديث النبوية، هل يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنه لم يذهب إلى راق يرقيه؟ حسب نيته، إذا كان نيته الإخلاص لله في التوحيد، تحقيق التوحيد، يدخل فيه. هذا حسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الرقية مطلقة، وإنما منع طلب الرقية من الناس، كونه يرقي نفسه ويستغني عن الناس، هذا عمل طيب، هذا عمل طيب، واستغناء بما عنده من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.